طيب ازيكم عاملين ايه؟ بصوا انا مش عاوز ابدا الكلام مع حضراتكم بمنطق اللي هو ايه يذهب ناحيه مساله الصوابيه الفكريه والصوابيه في الفعل ومساله الحل المثالي وما الى ذلك، بس ما حدث حتى ولو كان بشكل فردي في مزرعه ولا اتنين او تلاته، يعني في مسألة مزارع الدواجن، فده ياخد الكتاكيت ويطلقها في الغيطان ويقول لك خلاص أنا مش عايزهم، وواحد تاني يعدمهم حقيقي مش من باب الصوابية، بس إذا كنت أنت مش عايزهم في غيرك عايزهم، يعني بمنتهى البساطة. يعني أنا ما فهمتش حقيقي رد الفعل اللي فيه منتهى القسوة، يعني مش بس منتهى القسوة ناحية أرواح، يعني لا بس هو في غيرك فعلا عايزهم، يعني إذا كنت للدرجة دي شايف انه المسألة، وانا بقول لك انا عارف ان المسألة صعبة وعارف ان مسألة اسعار الاعلاف بقت مخيفة جدا والمسألة بقت مؤلمة الى ابعد الحدود وده بيأثر على سعر الدواجن، بس انت خدت قرار اما انك تطلق الكتاكيت في الغيطان والحقول او انك تعدمها. طب اديها لفئات قد تكون لديها هذا الاحتياج، يعني حتى لو هي جلد على العظم يا اخي، يعني صدقني مش بتكلم معاك بشكل بقى الصوابية وانه احنا مثاليين، مش مسألة مثالية على الاطلاق. انت خدت قرار الاستغناء، يعني ما تبقاش عامل زي واحد يقرر فجأة انه مش عاوز فلوسه فيقرر يرميها من الشباك في المية فما فيش اي حد يستفيد، خلاص يعني خدها واديها اللي محتاج، صح ولا انا والله بتكلم جد ولا انا يعني مش فاهم ولا انا بقول كلام مثلا يبدو مثالي يبدو نوراني؟ مسألة مش كده على الاطلاق، بس حقيقي أنا ما قدرتش أستوعب الفعل. فلان مستغني عن حاجة نتيجة الضغط، ما بقولش إن مفيش ضغط. إديها للي يستحق، برميها ليه أو بعدمها ليه؟ ما بعرفش الكلام ده، يعني ده إحنا كنا زمان بنتريق على مزارعين في أمريكا بيرموا مش عارف الألبان ويعدموا البيض وحاجات، يعني يقول لك ما أصل أسعاره نزلت في الأرض فإحنا خدنا قرار مش هنبيع بالسعر ده. طب خلاص ما تبيعش بالسعر ده بس إديه لحد تاني محتاجه. ده بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة. وأظن إنه قرارات رئيس الوزراء النهارده يعني وتوجيهاته كانت واضحة جدا لحل هذه الأزمة، بس وإن شاء الله هتلاقي في حلول كمان أكثر جذرية، يعني مصر ماشية في إطار المزيد من خلق مساحات زراعية بالذرة الصفراء وبالصويا أو فول الصويا وما إلى ذلك دعما لهذه الصناعة، بس اللي بتكلم فيه هو المنطق المحض، لكن التصرف بهذا القدر من المرارة والقسوة لدرجة إن أنا أعدم أكل قد يكون غيري محتاجه أنا فعلا ما بفهمهاش. زي ما بفهمش ازاي العالم مش قادر يستوعب ان في دولة قاعدة بتتفاوض على المية بتاعتها بقالها 11 سنة، وخد بالك من كلمة بتتفاوض، هاتلي دولة واحدة عملت كده، واحدة، مش هقولك اتنين، واحدة مصرة على المسار السلمي والتفاوض، إيجاد حلول عادلة. بلد بقالها 11 سنة بتتفاوض على المية بتاعتها، يعني أنت متصور إلى أي مدى بتتفاوض؟ إزاي العالم مش قادر يستوعب عدالة هذه القضية؟ بلد تعاني من فقر مائي، تعاني من جفاف شديد في حجم مواردها المائية، من الدول الأكثر جفافاً، والرئيس قال الكلام ده النهاردة، وفي نفس الوقت شايفة دولة شقيقة بتشتغل على منع المية يعني على قدم وساق، وخد بالك كميات المية دي فائضة، انت بتتكلم على دولة من أغنى دول العالم في المية. طيب هل هم محتاجين؟ يا سيدي خد كل احتياجاتك سواء إذا كان من المية أو من توليد الطاقة. وتاني الرئيس المصري كل كلامه على وضع حل عادل يرضي جميع الأطراف، ما بيقولش ارضي طرف على حساب طرف، ولا مصر والسودان على حساب إثيوبيا، ولا مصر والسودان على حساب بقية دول حوض النيل إطلاقا. يعني شوف النهاردة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيأكد على إيه؟ بيأكد واحد على أنه مصر من أكثر دول العالم جفافا في العالم، بتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري، مواردنا المائية الأخرى
ما هي مش بتكفي احتياجاتنا ومش هتكفي احتياجاتنا المستقبلية. خلال كلمته أمام الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه بيأكد فخامة الرئيس أنه على ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها فإن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات السكان، على الرغم من أنه الدولة عاملة كل السياسات الممكنة لترشيد الاستهلاك. يعني شوف الرئيس قال إيه نصا ونرجع نكمل الكلام. كان قدر مصر أن تقع في قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة، تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ. فمصر من أكثر دول جفافا في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه عصري لمواردها المائية المتجددة والتي يذهب حوالي 80% منها إلى قطاع الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 60 مليونا من البشر، هم نصف سكان مصر. وعلى ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها فإن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها، بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري الزراعي على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها في مصر واحدا من أعلى المعدلات في إفريقيا، وتؤدي تداعيات تغير المناخ لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التي تحدث داخل حدودها وكذا في سائر حوض النيل، لكون مصر دولة المصب الأدنى به. وبناء على تلك المعطيات كان ضروريا أن تتبنى مصر مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائي والغذائي وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية، باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر. طيب خد بالك في كلام فخامة الرئيس وهو بيتكلم على الندرة المائية، خد بالك الرئيس قال برضو رقم مهم جدا، قال 80% من مواردنا المائية موجهة لقطاع الزراعة. ده معناه ان 20% دي رايحة للاستهلاكات الإنسانية زائد الصناعة. يعني لو أنا بيجي لي 50 ولا 55 مليار متر مكعب سنويا، ده معناها أن أنا في عندي تقريبا كل ما هو موجه لقطاع الصناعة والقطاع السكاني بقى إحنا علشان نشرب يعني أو نستحق يعني 11 مليار. والسلام عليكم. يكفوا مين بقى؟ يكفوا 104 مليون مواطن. فهمت احنا بنتكلم في ايه؟ من انه احنا من اكثر خط الفقر المائي 1000 متر للفرد في السنة، احنا عمليا تحت حاجز 500 للفرد في السنة. يعني خط الفقر 1000، انت تحت النص. انت متصور؟ عشان كده بكلمك بقولك ازاي العالم مش مستوعب عدالة هذه القضية، أو على الأقل إزاي في بعض الدول في العالم مش قادرة تستوعب عدالة قضيتنا. حقيقي مش قادر أفهم ده، وعدالة في إطار مسار تفاوضي مستمر دون انقطاع. إحنا طول الوقت وخطاب شديد الوضوح يا جماعة مش عاوزين ضرر يقع على حد. في نفس ذات الإطار الرئيس خد ده وقال لك يا جماعة عندنا متغيرات مناخية يمر بها الكوكب تؤدي إلى المزيد من تفاقم هذه الأزمة. عشان كده أنا هرجعك على حقيقي أهمية مؤتمر المناخ اللي بنستضيفه عندنا في مصر في شرم الشيخ. جزء كبير جدا أو على الأقل ركز معايا في حاجة مهمة قوي، هو المؤتمر ده عمليا الإشراف بتاعه مين أو المنظم العام بتاعه مين؟ المنظمة الأممية UN United Nations الأمم المتحدة. طيب تفتكر يا ترى هل ترى ايه اهم او ليه الامم المتحده شافت انه مصر هي الدوله
رقم واحد اللي تنظم السنة دي، يعني ليه ادوا التنظيم لمصر السنة دي او ادوا حق استضافة هذا المؤتمر الاممي بالغ الاهمية لمصر السنة دي؟ طيب تعالى نقعد نفكر مع بعض بصوت عالي. واحد، هو لو مصر ده بلد غير مستقرة امنيا يروح له مؤتمر بهذه الاهمية؟ طيب لو ده بلد غير مستقر اقتصاديا او في يعاني من مشكلات اقتصادية جذرية صعبة كارثية، هل الامم المتحدة هتدي له هذا المؤتمر؟ طيب لو هذا لو هذا البلد غير مستقر سياسيا او لديه مشكلات سياسية كبرى، هل الامم المتحدة هتدي له هذا المؤتمر؟ طيب سيبنا بقى من الثلاث حاجات دول، هم دول المعايير الرئيسية بالمناسبة يعني. تعال نروح، هل لو انه هذا البلد مش ماشي في الاتجاه السليم في مسألة توفيق الأوضاع في صناعته وزراعته واستهلاكاته، اللي هي بقى إيه الإجراءات الجذرية اللي بتاخدها الدولة علشان تتحول إلى الاقتصاد الأخضر اللي هو العلامة الكبرى في العالم الآن، هل الأمم المتحدة مش هتديله هذه الاستضافة؟ ما هتديها له ليه طيب؟ إذا كان بلد مثلا بيشتغل على تلويث البيئة والاعتماد على الوقود الأحفوري ومش عارف، خلاص يبقى أنا مش هديل ده على سقط. طيب من ناحية تانية، أنت بتتكلم على مؤتمر حجم أهميته جزء منه نابع من الزعماء والقادة اللي جايين لهذا المؤتمر، لما الزعماء والقادة دول بيجوا أنت بتتكلم على وكالات، لا وكالات إيه، هي كل وكالات الدنيا هتلاقيها بتغطي ده، انسى بقى الكام يوم بتوع المؤتمر، لكن فكر فيما هو آت بعده. يعني ايه كم يوم بتوع المؤتمر؟ هتلاقي بالطبع بطبيعه الحال شرم الشيخ كلها مليانه، كل الاوتيلات مليانه، كل حاجه تمام زي الفل، لكن اللي احنا بنقدمه خد بالك بقى خلال الكام يوم بتوع المؤتمر ده باقي لسنين قادمه. يعني طول ما هم زعماء العالم زائد الوكالات بقى اللي قاعده عماله بتغطي واللي بتروح واللي بتيجي واللي بتشوف واللي تلف شرم الشيخ وهتصورها شبر شبر وهيتكلموا على كل شبر، كل حاجه حلوه وسليمه وبتتعمل ظبط الظبط، اصبح مردودها الاقتصادي اكبر من تصوراتنا جميعا. طيب مردودها الاقتصادي على اي مستوى؟ اقول لك، هتيجي تقولي مستوى السياحه، يقول لك ده مردود اقتصادي مباشر سياح، هتلاقي البلد بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى بتشغي سياحة، مش بس شرم، ده كل شرم، كل جنوب سيناء، كل خط البحر الأحمر. السياحة في مصر في هذه الحال هتصادف أو مش هتصادف، سوف تلاقي انتعاش. هل هو مصادفة؟ لا مش هيبقى مصادفة، لأن أنت قدمت لهم بروتوتايب، قدمت لهم نموذج أولي، أدي قدرتي على استضافة أكبر مؤتمر على مستوى الكوكب، يبقى بالتأكيد أنا عندي قدرة لا محدودة على استيعاب أكبر قدر ممكن من السائحين وتقديم أعلى مستويات الخدمة وتوفير أعلى مستويات الأمان. حلو؟ طيب ده كده قطاع أو صناعة السياحة، لكن على صعيد آخر الناس دي وهي موجودة، الزعماء والقادة وبعض من رجال حكوماتهم كل واحد على حسب ملفه، الناس دي هتيجي هنا بيبقى غير الجلسات بتاعة المؤتمر، بيبقى في حاجات بقى الجلسات الهامشية والمباحثات الثنائية والأحاديث الجانبية وما إلى ذلك، بيزنس بيروح وبيجي، لأن هو بيجي بيشوف دولة بنيتها الاقتصادية وبنيتها التحتية ومسارها السياسي وبنيتها التشريعية ملائمة لضخ الاستثمارات. يبقى المسألة، أنا مش بس بتكلم على مؤتمر هو الأهم في مجال المتغيرات المناخية على مستوى العالم، ده أنا بتكلم على مؤتمر هو مهم جدا في أصله مسألة البيئة، اتنين هو مهم جدا لتنشيط الاقتصاد، مهم جدا لتنشيط صناعة السياحة، إلخ إلخ إلخ، ده شيء شديد الأهمية. أنت برضو مش باصص لها، عشان كده مثلا لما تلاقي حد يقول لك ايه سر الاهميه، يعني انه دايما الناس تتكلم على المؤتمر بتاع كوب 27 في شرم الشيخ، لاجل اللي انا بقوله لك ده باختصار اعتقد انه غير مخل بالمعنى وغير مخل بالهدف، لاجل هذا السبب لما نتكلم على فرصه، اللي ما يقتنصش الفرصه يبقى ما يستحقهاش، فاحنا اقتنصنا الفرصه وبنشتغل زي ما الكتاب بيقول واحسن، وبالتالي احنا منتظرين مردود هذه الفرصة، العائد على هذه الفرصة اعتبره استثمار، وده العائد على الاستثمار، ده الـ ROI بتاعنا،
احنا مستنيين بقى الار او اي باذن الله ربنا يوفقنا ونشوف. طب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور مجدي علام مستشار مرفق البيئه وامين جي اي اف العالمي وهو الاتحاد العام لخبراء البيئه العرب. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا دكتور مجدي؟ اهلا وسهلا. كنا بنتكلم على اهميه هذا المؤتمر كوب 27 سواء اذا كان في المنظور المتغيرات المناخيه، وهنا يبقى احنا بناخد رأي دكتور مجدي علام الأمين العام لهذا الاتحاد العالمي، ومن ناحية تانية أهمية هذا المؤتمر على سواء إذا كان صناعة السياحة أو على القاطرة الاقتصادية في مصر بشكل عام. طبعا خلينا أقول أنه الكوب 27 هو المؤتمر رقم 27 للجمعية العامة لاتفاقية حماية المناخ. هذا المؤتمر يعقد دوريا كل سنة في بلد من بلدان العالم يعني. وهو لم ينعقد في أفريقيا غير في جنوب أفريقيا وفي المملكة المغربية وفي كيب. ومصر هي رابع دولة من حوالي 20 سنة لم ينعقد في أفريقيا مؤتمر الكوب. وبالتالي احنا بنتكلم على حدث له عدة أبعاد. البعد الأول أن المؤتمر ينعقد في وقت البشرية على حفا أو على يعني جرف، على شفا حفرة من نار، من نار يعني. يعني هي السنتين اللي فاتوا، أو عايز أقول المئة سنة اللي فاتت المئة سنة اللي احنا فيها دي تعتبر من ناحية المناخ أصعب مئة سنة في تاريخ البشرية. الثلاث سنين الأخرانية اللي فات منها سنتين وفاضل فيها سنة هي من أصعب السنوات اللي حدث فيها ما يطلق عليه الإكستريم إيفنت، الكوارث المناخية الجامحة. جامحة يعني إيه؟ يعني تيجي مرة واحدة الأعاصير تروح مولعة كل الحدائق بتاعة كاليفورنيا وجناين إسبانيا وكله فرنسا، وتلاقي الحرائق مشيت كأن في حد بيولع فيها. إن أنهار زي الراين وزي الدانوب تجف، مرات حتى ما تعرفش تمشي فيها. إن نسبة التصحر تصل إلى 25,000 فدان بتخسرها الكرة الأرضية. إن 40% من غابات العالم خسرناها، وبالتالي خسرنا 40% من مصانع الأكسجين بتاعنا. صحيح. راحت البشرية قدام لحظة صريحة، إما إن الدول الصناعية تستمرئ استخدام المكسب كفيصل أو كمؤشر واحد دون النظر إلى الكارثة التي ستحدث بالكرة الأرضية، أو أنها تعود إلى رشدها وتوقع على اتفاقية خفض غازات الاحتباس الحراري الستة المسببين لظاهرة حبس الحرارة فوق سطح الكرة الأرضية وتتخنت الغلاف الجوي، فأكسيد الكربون والكبريت وأكسيد النيتروجين والحقها أيضا أكسيد الهيدروكلوروفلوروكربون والبايروفلورو وغاز الميثين. غاز الميثين كمان مشكلته انه هو سواء من الحرارة او من المخلفات بيزود نسبة الاحتراق. انه الغلاف الجوي اصبح غير قادر على انه يتخلص من ارتفاع درجات الحرارة، فبيزيد الغلاف الجوي يرجع الحرارة تاني لسطح الكرة الارضية، يزيد من مأساة ارتفاع درجة الحرارة. لو 2050 القادمة دي عدت البشرية فيها 1.5 إلى 2 درجة مئوية من سطح الكرة الأرضية لن يستطيع أحد فعل شيء. وبالتالي كوب 27 وقدر مصر دائما أنها يجي لها الفيصل في الموضوع الآن وإلا فلا. مؤشرات، ولأول مرة بقولها راجل يعني شغال في هذا المجال أكثر من 30 سنة، المؤشرات اللي بتقول هل هتوقع الدول الصناعية في مصر على الجملة اللي فشلت 3 مرات بسببها الاتفاقيات وآخرها في جلاسكو في بريطانيا والتخلص من الوقود الأحفوري أو الخفض التدريجي من الوقود الأحفوري. احنا عايزين التخلص من الوقود الأحفوري أيا كان المدة اللي هم عايزينها. وأتصور وأعتقد على يقين أن الجولات المكوكية التي قام بها
الرئيس السيسي لعدة دول العالم والتجمعات الإقليمية الكبرى التي حضرها بنفسه، سيكون لها دور في موافقة الدول الصناعية العشرين، ولأول مرة منذ الكوب في 92 حتى الآن في كوب 27 سيوقعوا في مصر على الجملة اللي بقول لحضرتك عليها دي، وهي التقلص التدريجي من الوقود الأحفوري. حلو. وليس الخفض التدريجي من الوقود الأحفوري. فرق كبير جدا. إننا التخلص يعني مش هرجع له تاني. لكن الخفض يعني إيه؟ طب أنا هخفض لك كل شوية 10 كيلو ولا 10 طن. لا. عايزين تخلص تدريجي. يحددوا المدة الزمنية ونتفق الكراء عليه. إحنا بنقول إن المدة الزمنية اللي نقدر نلحق فيها الكرة الأرضية ما نعديش 2050. يعني عندنا من الكوب 27 ده لغاية 2050 نكون عملنا الجدول بتاع الخفض التدريجي لغازات الاحتباس الحراري الستة المسببة للاحتباس الحراري واللي عامله لنا أزمة في هذا الموضوع. طبعا في عاملين في الموضوع. العامل الأولاني إنك عشان تبطل النظام التقليدي القديم لازم تجيب تكنولوجيا جديدة. يعني هتجيب الطاقة الشمسية بدل الفحم. يعني هتجيب طاقة الرياح بدل البترول. يعني هتجيب الطاقة المائية زي السد العالي وزي ده كده هيستلزم ان الدول الكبيرة تدعم الدول الأصغر. ده اللي هو اسمه بقى التمويل. اللي هم قالوا هنخصص 2 تريليون دولار علشان نعمل هذا الموضوع. تراجعوا وصلوا 40% فقط. ماشي. طب انت بقى المرة دي لما تيجي جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ هيبقى فيه 3 التزامات. الالتزام الأول والأخطر هو الالتزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. الالتزام الثاني له، خلي بال حضرتك على الثاني ده، التكنولوجيا النظيفة التي يحتكرها العالم الغربي. التكنولوجيا النظيفة يعني المحطة بتاعة مكنة الري اللي الفلاح عندنا بيشغلها دلوقتي في أسوان بالطاقة الشمسية. يبقى هي بدل ما جيبها ب 150 ألف و 200 ألف جنيه ما تغليهاش عليا وخليها بسعرها وزود 5%. يعني تبقى توصل عندي 110 ألف مثلا 115 ألف أقدر أشتغل عليه. الجزء الثالث وهو الناس ما تاخدش بالها منه وهو التدريب على التكنولوجيا النظيفة. النظيفة أنا كفلاح مصري أو حتى أفريقي معرفش لسه استخدمها، فمحتاج مراكز تدريب في كل أنحاء البلد بتاعتي وفي كل بلد أفريقيا تعلمني يعني إيه أدير طاقة شمسية وطاقة بيوجاز وأدير طاقة رياح زي ما عندنا في الزعفرانة أو زي الطاقة الشمسية في بنبان في أسوان. ده ليها تدريب وليها مراكز. عشان كده أتمنى إن المدارس في مصر، المدارس الصناعية من دلوقتي تعمل مدارس بتشتغل الولاد الفنيين فيها الطاقة الشمسية وفي البيوجاز وفي طاقة الرياح وفي طاقة حتى الثيرمال ديفرنس اللي هو فرق درجات الحرارة في المياه البحرية وحتى الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق، الجزء الكنز الكبير اللي ربنا بعته لنا في خلال السنتين الأخيرتين دول سيضيف لمصر غير البيوجاز. يعني احنا بقى عندنا الغاز وعندنا البترول الحمد لله، ده خلينا كمان الهيدروجين الأزرق والأخضر هيبقوا بالنسبة لنا مكسب وفي نفس الوقت طاقة نظيفة. فإذا مصر لديها من الإمكانيات التي تجعلها تعبر من ما يطلق عليها الدول النامية إلى الدول المتقدمة. وعلى فكرة نحن على أبواب هذا التقدم، والمسألة فقط في التمويل الدولي. صح. أن يعرف طريقا صحيحا وبعدالة، وإن الصندوق الأخضر للمنح الخاصة بالبيئة يزداد نصيده ويزداد توزيعه العادل على كافة ما هي ممكن. ده كان أشار له بالفعل الرئيس دكتور مجدي. خليني أول أشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة وهذا الشرح وإثارة النقط دي جدا، يعني ده حاجة مهمة جدا. دكتور مجدي علام مستشار مرفق البيئة والأمين العام للاتحاد العالمي لخبراء البيئة العرب.
لو تفتكروا انه اظن كان من شهرين لما الرئيس قال ان احنا في عندنا العشرين دولة صناعية الكبار هم مسؤولين عن 80% تقريبا من حجم التلوث الناتج عن الصناعة، وبالتالي يصبح من باب العدالة ان هم كمان يبقوا مسؤولين عن 80% من حجم التمويل والدعم اللي بيوجه للدول الاقل تقدما او الدول النامية علشان تقدر تتحول الى اقتصادات خضراء. دي عدالة بقى، وتأكد ان هذه النقاط سوف تثار بإذن الله سبحانه وتعالى في المؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ. عشان كده انا بقول لك هو فعلا المؤتمر مهم قوي لانه ليه انعكاسات اقتصادية مباشرة عليك كمواطن. خلوني من هنا نروح على مجلس النواب. مجلس النواب النهاردة وافق على مجموعة من المواد الخاصة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، واللي كان صادر بالقانون رقم 53 لسنة 66. كمان وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل ما بين مصر وأسبانيا بشأن منحة تمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة. في عندنا تقرير باعتبار المجلس بدأ ينعقد كالأسبوع ده، طبعا في الأسبوع جاي كده يبقى أجازة وبعدين نرجع تاني الأسبوع اللي بعده إلى آخره. فالنهاردة عندنا تقرير حول يعني ما تم في مجلس النواب. شوف التقرير، فاصل ونكمل الكلام. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب لمواصلة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. بدأت الجلسة بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة في مجموعة، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة. القانون جاء في وقت محوري للدولة المصرية، قانون غاية في الأهمية، نشكر الحكومة عليه خاصة في التداعيات اللي بتحصل حوالينا في العالم كله. والقانون يمكن إصداره في 1966 وأفرز الواقع العملي إن المواد اللي موجودة فيه العقابية لم تحقق الردع العام. بشكر الحكومة على تقديم هذه التعديلات لوقف البناء على الأراضي الزراعية. موضوع البناء على الأراضي الزراعية بيعتبر من أخطر القضايا اللي بتهدد الأمن القومي الغذائي، والدولة كانت حريصة وقامت بالكثير من الإجراءات، ولكن العقوبة في القانون الحالي كانت غير كافية لإيقاف البناء على الأرض الزراعية، وبالتالي استلزم الأمر يعني تدخل تشريعي لتغليظ العقوبة. كما تمت الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة مع الحكومة الإسبانية، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين الحكومة وأحد البنوك الكورية الجنوبية. وكان المجلس قد أحال خلال الجلسة 8 تقارير من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بدون مناقشة إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، وتم رفع جلسة مجلس النواب إلى غد لاستكمال مهامه النيابية والتشريعية.
عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، ثق إنه الإخواني لا يريد ليك على الإطلاق إن أنت تشوف مصر زي ما كنا لسه بنشوفها في الفيلر اللطيف اللي كان عامله زميلنا العزيز عبد الله صبري صديقي صاحبي. مصر مضيئة، القاهرة المضيئة الجميلة اللي مليانة روح، مليانة ناس، مليانة كل حاجة، مليانة فن، مليانة ثقافة، مليانة فكر، إلخ إلخ، مليانة أحداث. التنظيم ده مش عايز كده، التنظيم ده عاوز ينغص عليك العيشة. طب أنا هضرب لك مثل متعلق بتنغيص العيشة وفي نفس الوقت الجهل اللي هو تحس إيه، يقول لك إيه ده واد عصامي في جهله، يعني بنى الجهل طوبة ورا طوبة. آخر إبداعات وفتن الإخوان واللي إن أنبأت بشيء إنما تنبئ وتنم عن حقيقي جهل يزعل أو جهل يضحك. يعني قال لك الجرين زون اللي في حديقة السلام في شرم الشيخ دي منطقة التظاهر، فمن أراد منكم أن يتظاهر، خلي بالك الأمم المتحدة ألزمت مصر بأنه يتعمل منطقة للمظاهرات في الجرين زون. هو أنت مش عارف يعني إيه الجرين زون؟ يعني الأخ الإخواني التنظيم الإخواني مش عارف يعني إيه جرين زون؟ لمزيد من الإيضاح بس كده في السريع البني زي ما بيتقال، الجرين زون اللي هيتعمل في حديقة السلام في شرم الشيخ ده بيبقى زي جناح للمعارض أو منطقة للمعارض والأحداث الجانبية، يعني مش المباحثات الرئيسية والمؤتمرات بتاعة كوب 27. منظمات ومجتمعات أو هيئات المجتمع المدني، الجمعيات المختلفة، الشبان، أصحاب الأفكار، أصحاب المشروعات، كل ما هو متعلق تاني بمسألة قمة المناخ ولكن في الإطار الأهلي والإطار الشبابي، فبيروحوا لإدارة المؤتمر. إحنا خد بالك إحنا مصر يعني الدولة يقول له إحنا هنحجز في الجرين زون، عايز احجز كذا علشان انا عايز اعرض مش عارف المشروع بتاعي اللي بيتكلم على كذا، انا عايز هنا اعرض افكاري متعلقة بكذا الى اخره. ده الجرين زون. فتلاقي مثلا وزارة البيئة فتلاقي دكتور ياسمين بتحجز في الجرين زون ده هنا كوزارة بيئة مصرية، فتلاقي مثلا وزارة البيئة الألمانية عايزة تحجز في الجرين زون، جمعية مش عارف الايه الأخضر عايزين يحجزوا في الجرين زون، يبقوا مثلا جايين من رومانيا، دول جايين من البرازيل، دول مصر، دول الإمارات، دول العراق، دول لبنان، دول جنوب إفريقيا. هو ده الجرين زون بمنتهى البساطة. اللي أنا عايز أقوله لحضرتك، أنت إزاي تثق في تنظيم يمتلك هذا القدر من الجهل والغباوة؟ إزاي؟ وتثق في ما يبث من فتن. خليني يمكن في نفس ذات السياق وإن كان في إطار مختلف ناخد معنا على تليفون يعني صديقنا العزيز وكاتبنا والخبير البارز في شؤون الجماعات والحركات المتشددة والمتطرفة والتكفيرية أستاذ ماهر فرغالي. إزاي الصحة؟ إزيك يا صديقنا؟ كله تمام يا باشا؟ والله تمام الحمد لله. الحمد لله. أنا كنت بتكلم إنه على نفس ذات السياق ولكن بعيدا عن شوية عن قصة جهل الإخوان بالجرين زون وما إلى ذلك، يعني إنه حتى لما حاولوا يبثوا فتنة ما فراحوا ضربين طلقة غلط. لكن هرجع على مسألة، على ما يبدو وصححني لو أنا غلطان، التنظيم في خلال الأسابيع الماضية عنده مشكلة، وعنده مشكلة الظاهر في الصراع على القيادة، وعنده مشكلة في الصراع على الكعكات الاقتصادية، وعنده مشكلة في الصراع على القيادات بتاعة المؤسسات الإعلامية بتاعته أو المؤسسات الصحفية والمواقع اللي بيطلقها باللغة الإنجليزية وما إلى ذلك. واضح أن في معركة جوه التنظيم ويحاول التنظيم قدر الإمكان أنه يغطي عليها فلا تطفو على السطح، فصححني لو أنا غلطان. بعد التحية طبعا لسيادتك يا صديقي العزيز وللسادة المشاهدين، كل ما تفضلت به هو صحيح طبعا 1000%. هناك صراع أجنحة اتكلمنا عن ده كتير جدا، قلنا ان الأجنحة الإخوانية 4 أجنحة وليست جناحين زي ما كل الناس طلعت تتكلم الفترة الماضية. يا جماعة قلنا الأجنحة الإخوانية 4 أو 5، قلنا المجمدين المهمشين ده القسم الأول، المستقلين عن الإخوان ده 1. 2، مجموعة إبراهيم منير
3 مجموعة محمود حسين، 4 التابعين لعبد المنعم أبو الفتوح، 5 الكماليين، المجموعة اللي هم بيقولوا عليهم نحن شباب التغيير أو نحن المكتب العام لجماعة الإخوان، الخمسة أجنحة، وممكن نخليهم 4 بشكل بنبعد بعيد مجموعة أبو الفتوح شوية، هنقول 4 أجنحة داخل التنظيم الصارم للإخوان تتصارع معا على عدة أشياء. 1 النفوذ، السيطرة على وسائل الإعلام، الأموال، تتصارع على قيادة الجماعة، تتصارع على استراتيجيات مختلفة، وكل قسم منهم طالع يقول لك إن إحنا لينا استراتيجية. يعني امبارح إبراهيم منير بيستبق مؤتمر المكتب العام بأنه هو بيطرح وثيقة هو طرحها من فترة أعاد نشرها مرة تاني، بيقول لك إن إحنا لنا منهج معين وإن إحنا عاوزين ما نتصارعش على السلطة لكن ندفع الجماهير للتسوير وللثورة والكلام ده، يعني نكون في الخلف ولا نتحمل التكلفة. التيار الثاني اللي هو عمل مؤتمر امبارح في اسطنبول في احد الفنادق الفاخرة ودفع له 50,000 دولار لتأجير هذه القاعة، بيتكلموا على ان هم عندهم جناح عسكري، لمحوا على انهم سوف يعني ممكن يستخدموا ويعيدوا الأعمال الإرهابية مرة أخرى، بيهددوا تهديدات مبطنة في الوثيقة بتاعتهم، وبيتكلموا على أنهم هم أصل الجماعة وهم التابعين الحقيقيين لحسن البنا. ده في ظل صمت استراتيجي من أي مجموعة أو أنهي قطب من الأقطاب؟ ما سمعتش السؤال. ده أي قطب من الأقطاب الأربعة؟ نعم ده كل قطب من الاقطاب الأربعة. طيب لا يعني المؤتمر بتاع اسطنبول يعني اللي اتعمل ده البروز المهمة جدا. أنا شايف يا استاذ يوسف ان في هذا التوقيت تحديدا هذه المجموعة بتقول لك لا احنا لازم احنا اللي نسيطر، احنا الاحق بالجماعة. ده 1. 2 هناك ناس ممولين جدد وهناك ناس بتحمي جديدة، وهناك مؤتمر بيتم في وجود مسؤولين من في اسطنبول حاضرين وبيحموا هؤلاء الناس في ظل هذه الأوضاع. وده ده ده دي دولة إقليمية بتحاول ان هي تضغط على مصر لملفات اخرى زي ملف الغاز او الملف الليبي. طيب المؤتمر ده كان مين؟ ده كان مجموعة الكماليين، مجموعة الكماليين اللي هم بيهددوا بالأعمال المسلحة مرة أخرى وبإعادة مجموعة حسم وبيه، وبدأوا يتكلموا داخل الوثيقة بتاعتهم اللي هي حوالي 20-30 صفحة. امبارح اتكلموا كلام خطير جدا جدا عن شكلهم السياسي، إعادة هيكلة الجماعة، ازاي ان هم يتعاونوا مع القوى السياسية وازاي يخترقوا القوى السياسية، يعني خطة تعتبر استراتيجية محكمة أو هيكل جديد أو رؤية للتغيير جديدة لهذه المجموعة. طيب مجموعة محمود حسين دورها إيه في هذا الصراع؟ يعني ما بين مؤتمر تم وما بين رد من مجموعة إبراهيم منير، مجموعة محمود حسين شايفة الموقف إزاي أو اتحركت في أي اتجاه؟ مجموعة محمود حسين حتى لم تصدر أي بيان تعقيبا على هذا المؤتمر، لكن مجموعة محمود حسين كانت من قبل من حوالي سنة عملت شوية حاجات وثيقة أصدرتها ردا على المجموعة دي والمجموعة إبراهيم منير، وعملوا مؤتمر هو أصالة واستمرارية أن هم أصالة الجماعة وهم من أحق بقيادة الجماعة. فأنت بتتكلم على كل مجموعة بتدعي أن هي اللي بتقود الجماعة وهي الأصل جماعة الإخوان وهي التابعة لحسن البنا. مجموعة الكماليين على ما يبدو هم أصحاب الخطاب الأكثر مباشرة ووضوحا، يعني دول اللي بيكشفوا عن وجه الجماعة القبيح، يعني احنا بتوع عنف واحنا بتوع قتل. لاحظوا النهارده في حاجة النهارده حصلت في المغرب، وهي أن حركة التوحيد والإصلاح الإخوانية بتنتخب وعملت انتخاب لرئيس ليها جديد وبتجري انتخابات وعملت مؤتمر كبير جدا أعلنوا فيه وبيتكلموا فيه على انفصالهم عن التنظيم الدولي. خلي بالك من الوجوه دي، لأن نفس السياسة دي حصلت في المغرب، في الأردن، في السودان 10 وجوه للإخوان، وفي مصر أنت عندك 4 وجوه للإخوان. إذن الاستراتيجية الجديدة أنه هناك وجوه للإخوان متنوعة، كل وجه له شكل وكل وجه له خطة وكل وجه له استراتيجية، واحد شديد، واحد ثوري، واحد في النص، واحد محمود حسين، واحد إبراهيم منير، واحد أبو الفتوح وهكذا.
طيب ده كده برضو هحاول افهم منك اكتر، ده معناه انه الجماعه بتتعمد تعدد الاوجه وبالتالي تبدا تستقطب قدر الامكان كل على حسب اتجاهه، يعني اللي عاوز يعتقد انه الجماعه جماعه دعويه فانا عندي الوش ده، عاوز تعتقد ان الجماعه جماعه ثوريه موجود، عاوز تعتقد ان الجماعه جماعه جهاديه موجود، عاوز تعتقد ان الجماعه جماعه تفاوضيه وسياسيه موجود، يعني هل ده لاجل المزيد من الاستقطاب ولا انه ده لانه الجماعه فيها اهتراء داخلي؟ الاثنين، يعني هي طريقة تاريخية من منذ حسن البنا، نحن طريقة صوفية وحركة سنية وشركة تجارية وكل شيء، دي الإخوان اللي سياسة التجميع الإخوانية لكل الاتجاهات، الوجوه الإخوانية المتعددة اللي هي الاستراتيجية الجديدة ليهم، سياسة الأضلع وسياسة المؤسسات وسياسة العمل من خلال المستقلين ومن خلال المداخل الفكرية ومن خلال تنظيم ميداني ومن خلال تنظيمات، دي سياسة. والطريقة الأخرى أنه هم مجتمع بشري، هناك فواعل بشرية، هناك خلافات حقيقية، هناك أموال بتدفع، هناك صراع حقيقي، هناك جهات واستخبارية بتحرك كل فريق لتحقيق مصالح معينة، فدي موجودة ودي موجودة. طيب هنا يجي برضو سؤال، مفترض أنه أي نظام داعم للجماعة أو أي جهاز استخباراتي داعم للجماعة هو يرى هذه الصورة أنه في اهتراء داخلي، في صراعات مستمرة، أقطاب كثيرة تتصارع على الاستحواذ على هذه الجماعة إلى آخره، يبقى ليه هذه الأجهزة أو هذه الأنظمة إن كانت دول لا زالت تراهن على الجماعة عشان يوصلوا للإيه؟ لا بشكل كبير الجماعة الإخوان طبعا هي مش في مصر بس، أنت بتتكلم على جماعة إخوان دي أفرع وأزرع طبعا، إيه المانع أن أنا يكون عندي زراع وفرع المصري أنا متواصل معاه، متواصل مع قطاع منه، إيه المانع أن يكون الفرع السوري برضو معايا، التونسي معايا، فهي أجهزة بتتصارع على جسد الجماعة الموظف دائما طوال التاريخ. التيار الكمالي تيار اشتغل، هو مالهم بالمناسبة ده امبارح قالوا نحن دينا سنة بنعمل تدريبات وبنعمل دورات تدريبية وأجرينا جلسات كثيرة جدا، والنهاردة الرؤية دي بنطرحها. إذن انت تتكلم عن طيار مدعوم، طيار له مؤسسات، طيار ناس عاوزة تشغله لأنهم ممكن يكونوا يأسوا من صراع محمود حسين وإبراهيم منيب. إذن كده بعض الأنظمة هتستثمر في التيار الكمالي. بكل تأكيد، بكل تأكيد التيار الكمالي احنا كنا بنسميه التيار المتربص بخيرة الجماعة، التيار البديل للاثنين اللي هو محمود حسين وابراهيم منير، لكن العواجيز بيمتلكوا النفوذ والأموال والتواصلات والعلاقة بالتنظيم الدولي، فمش عاوزين نسلم بسرعة، لأن هو التيار الكمالي ده غير داخليا داخل مصر مهشم طبعا ومحطم، واستطاعت الأجهزة الأمنية بنجاح طيلة السنوات الماضية إنها تحطم حركة حسم وتوقف عملياتها المسلحة، وكانت آخر عملية عشان نفكر الناس هي عملية معهد الأوراق، وبعد ذلك توقفت حسم تماما، وبدأ هذا الطيار يختار الصبر والكمون إلى غير رجعة، حتى خرج مرة أخرى يعني فليذهب للجحيم إلى غير رجعة، هم داس عليهم هنا بالأحذية. معلش أنا عندي سؤال كمان يا أستاذ ماهر، معلش أنا بستأذن زملائي. اتفضل. لا أبدا اتفضل. إنه طيب في هذه الحال أنا بقى طبقا لحضرتك بتشرحولي هذا الطيار عنده تدريبات عشان يعمل او عمل تدريبات عشان يعمل هذه التدريبات، وبيعمل تدريبات مسلحه بطبيعه الحال، ده نسقه الفكري. من ناحيه تانية ده معناها ان في فلوس، معناها ان في ناس بتدرب، معناها انه في اماكن لاستضافتهم لاجل القيام بهذه التدريبات وضخ الاموال بعيدا عن انظار دول او اجهزه اخرى لا ترضى عن مثل هذه الامور. فهل ده معناه أنه هذا الطيار قد يصعد بالفعل لقيادة الجماعة ويقضي على طيارات يراها أنه قيادتها أصبحت عاملة زي الديناصورات قاب قوسين أو أدنى من الانقراض؟ لا 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 أعتقد، يعني ما أعتقدش أبدا أن الطيار فيهم أو جناح فيهم هيسيطر على الجماعة، هيفضل هذا الصراع. لا الإخوان خلاص، الإخوان في مصر لن تعود كما كانت قبل 30 يونيو، لن تعود جماعة واحدة أبدا أبدا، خلاص دي أصبحت هي وجوه، إحنا لازم نتعامل مع الإخوان على أنها أكثر من جناح وأكثر من وجه،
وده اللي هنشوفه خلال الفترة المقبلة، وده اللي شفناه، شوفوا في السودان، شوفوا في المغرب، هتشوف أكثر من جناح للإخوان المسلمين، وكل جناح فيهم هيملك أدوات. مين الجناح الأقوى؟ دي مش قضيتنا دلوقتي، لكن احنا على كل الثلاثة أجنحة داخليا داخل مصر محطمة ومهشمة، كل ما يجري هو خارج مصر للسيطرة على نفوذ وأموال الجماعة فقط. صحيح. أنا بشكرك جدا أستاذ ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الجماعات والحركات المتطرفة والتكفيرية. وعلشان ثورة 19 هي ثورة مجتمع بالأساس، فكان لزاما علينا أن يرفع هذا الشعار أنه يحيى الهلال مع الصليب، وأنه المصري المسلم هو هو المصري المسيحي واحد. طب هو الجماعة بتاعة حسن البنا، جماعة الإخوان دي طلعت سنة كام؟ 28. يعني بعد قد إيه؟ بعد 9 سنين من ثورة 19. صح؟ جميل. وبنتكلم في إنه تقريباً 40 سنة بعد الاحتلال. يبقى تاني هذا الاحتلال أجج الاحتقان الطائفي، ثم نجد أنه في ظل هذا الاحتلال ظهرت هذه الجماعة. الله، عايز تقولي أن الجماعة دي بأي حال من الأحوال ليها سطر واحد في أجندة الوطنية المصرية؟ إزاي طيب؟ طب معقول كل ده صدف؟ طب وهو حسن البنا جاب أفكاره منين؟ كده من الهوى؟ لا، هو في ناس هجرت من بلادها ودخلت هذه البلاد وعاشت هنا وتحوصلت وتشرنقت وبدأت تبيض أفراخ، منهم واحد زي حسن البنا. خد بالك، يعني هذا الفرخ خائب الرجا، لكن للأسف اللي نجح في تأسيس هذه الجماعة هو حسن البنا، اللي هو حسن السعاتي، ودي حدوتة برضو تروى ليه اسمه حسن السعاتي فتحول إلى حسن البنا. دي حدوتة في التاريخ يعني نقعد نحكيها، وبالتدقيق يعني من هجرتهم من المغرب ووصولهم إلى الأسكندرية، ومن الأسكندرية إلى محافظة البحيرة، وبعدين يذهب البنا للعمل في الإسماعيلية. دي حدوتة ما فيهاش صدفة. وبعدين الصعود بتاع الجماعة على الأسطورة، يعني نحن جماعة تكافح الاحتلال وترفض الاحتلال. طيب هات لي حاجة واحدة عملتها الجماعة متعلقة بمكافحة الاحتلال أو بالنضال ضده. قد سقط منا الشهداء ونحن نقف أمام الاحتلال البريطاني. طب هات لي اسم واحد، ما تلاقيش. هو دايما هتلاقي دي إيه؟ رسائل زي رسائل البنا كده. طب حزب الوفد اتفق أو اختلف معاه على حسب رؤيتك السياسية، بس هو حزب بالتأكيد نابع من الوطنية المصرية، حراك وطني مصري، سعد باشا، سعد سعد يحيى سعد، يا بلح زغلول يا حليوة يا بلح. فيجي الوفديين أو شبان الوفد يعملوا مجموعة تقف أمام الاحتلال، ده طبيعي منطقي، ده حزب الوفد اللي تشكل عشان يقف قدام الاحتلال. حتى أحزاب الأقلية أنذاك، حركة اليسار المصري، كل دول عندهم لست بالأسماء الشبان اللي شاركوا في عمليات النضال الوطني ضد الاحتلال، الشبان الذين سقطوا إلى آخره، عندهم تاريخ. دور على حاجة متعلقة بالجماعة فعلا مرتبطة بالنضال الوطني، ما تلاقيش. تبص على الجماعة في حياة حسن البنا، على حياة عينه، وحسابه عند ربنا ويجازيه، يعني في النار بإذن الله وبئس المصير بإذن الله. فتيجي تبص كده، الله، هو مين اللي كان بيفجر المحاكم؟ حسن البنا ورجالته. مين اللي بيغتال القضاة؟ حسن البنا ورجالته. هو مين اللي حرق القاهرة؟ هو انت مصدق انه اللي حرق القاهرة هم رجال انا راجل ضد الملكية شكلا وموضوعا، اللي كانت موجودة في مصر شكلا وموضوعا، عامل زي واحد خايب كده على الفيسبوك قال لك يا جماعة فين ايام الملك فاروق لما كان المليم ب$15 وبيتكلم على انه ده واقع. يعني هو في تاريخ مصر ما حصلش كده، يعني ما حصلش، يعني بالمناسبة، وأيام فاروق تحديدا يعني كان الدولار ب$30. المهم مش ده الموضوع، لكن
هو ما حصلش ان الملكية اللي حرقت القاهرة، هم الاخوان هم اللي حرقوا القاهرة، وهناك اوراق تشير الى ذلك. لا، هو هناك اوراق تثبت ذلك، ضلوع الاخوان في حريق القاهرة. قال لك احنا رحنا كنا بنحارب مع الفدائيين في 56، طب هات لي اخواني واحد سقط شهيدا في 56، هات لي اسم واحد، اسم، مش عايز اتنين، انا عايز اسم واحد. ما عتبوهاش. تيجي تقول لي اصل اخوان، فانا وانا بنقلك على الوضع القائم، مش حتى ل 2012 ولا 13 خالص، على الوضع القائم هذه الجماعة جماعة مكشوفة، فإن فعلت شيء فهو ضدك أنت، ضدك أنت بشكل مباشر. ولا تنسى جرحا غائرا حتى ولو كان الزمن مسحهولك. دايما نضرب المثل كده، واحد اتعور بموس في إيده، ماسك كتر وبيقطع أي حاجة، راح ضرب في إيده، الدم بقى قد كده، خيط الجرح وحط الحاجات المضادات الحيوية عشان الجرح ما يتلوثش، وتمام، شهر في التاني في التالت، سنة في التانية، الجرح ما بقاش موجود، بقى حاجة زي الفل، 10 على 10. فهو نسي الألم بس. فلا تنسى، مش بقى الألم، لا، لا تنسى مشهد لضابط مصري يسقى بماء النار. ناسي ولا ايه؟ لا تنسى ابدا مشهد اخواني بيضرب بالنار على بلكونات الناس بشارع رمسيس. لو عاوزين نتذكر سوف نذكر. لا احب ان اقلب عليكم المواجع اخواننا والله، لكن هو ما ينفعش ننسى ابدا. على كل، خلوني انتقل بكم الى موضوعاتنا الأخرى، خصوصا احنا في عندنا حاجات حلوة جدا وتقارير لطيفة جدا. التقرير ده بقى على ايه؟ صناعة يدوية صديقة للبيئة، يعني حقائب ومنتجات صديقة للبيئة، بتنتجها ست فاضلة من عند أهل أمي وخلاني في دمياط في عزبة البرج. عزبة البرج دي حلوة، أنا ما كنت في دمياط، ما كنت رايح مدينة الأساس، فاكرين انت؟ فأسعدني الحظ يعني، وكنت موجود في أوتيل على اللسان كده، وعندك بقى كده نهر النيل وفي وشك البحر. عزبة البرج يا جماعة بقت حاجة إيطالي بصراحة، بيوت ملونة، وكفاية المنظر، المراكب داخلة والمراكب خارجة، حاجة عظمة قوي قوي يعني. مهم، فالست الفضلة اللي عندنا في عزبة البرج في دمياط قاعدة بتشتغل على هذه المنتجات صديقة البيئة. المشروع بتاعها مشروع رسائل البحر، من اسم رائعة أستاذ داود عبد السيد، مشروع لتدريب الستات على أنماط الحرف التراثية والفنية من البيئة بتاعتنا، بتاعة الساحل، ومش أي ساحل، الساحل الدمياطي. ما أنا منحاز، أضحك عليك؟ ما أقدرش. أحلى سمك، أحلى بلد، أجمل بلد دمياط، ساحرة والله العظيم، بلد ساحر. بس احنا بس اللي مش عاوزين نبص، ده احنا لو نشوف السحر اللي في بلدنا ولا السحر اللي في الناس بتاعتنا، رجالة وستات، والستات قبل الرجالة، شطار ومجدع، والست بألف ست. الست المصرية بألف ست من أي جنسية تانية. الست المصرية جدعة وطيبة وأميرة وشيلت قسيه كده، يقول لك حملت قسيه، تشيل البيت كله على ظهرها وتأزح وما تشتكيش. تعال نشوف التقرير ده، لانه فعلا تقرير حلو. وبانحيازاتي الدمياطيه اشجعكم على تناول وجبه السمك بعزبه البرج. السلام عليكم، شوفوا التقرير. Thank you.
الحوار وانه شغاله بشكل حقيقي في مساله ان المعارضه تقول اللي هي عايزاه. يعني انا اتذكر في منذ الاطلاق او اطلاق الفكره من البدايه في افطار الاسره المصريه في رمضان اللي فات، ولما كان فخامة الرئيس قال على مسألة ضرورة وجود حوار وطني وضرورة وجود المعارضة المصرية، وأنا متذكر أنه كان معزوم مجموعة من أقطاب المعارضة. أنا أتذكر كويس جدا كلام الأستاذ حمدين صباحي عن الحوار الوطني كويس، وأنه المسؤولية على عاتق الطرفين، دولة أو يعني موالاة ومعارضة. أتذكر جيدا، أو خليني أقول لك حافظ الحقيقة لأنه ده أستاذي، يعني أستاذ عبدالله السناوي، مقالات الأستاذ عبدالله، أشوف على سبيل المثال رأي خالد داود، أشوف رأي ضياء داود، سيادة النائب ضياء داود. في النهاية وانت بتبص على كل ده، استحالة تعتقد أو يحاول البعض، ما فيش البعض، يحاول الإخوان بث روح إنه الدولة لا تريد إنجاح هذا الحوار، وإنه ده حوار للموالاة فقط، وأن المعارضة لا وجود لها ولا مكان. في حين أن أنا ببقى شايف على سبيل المثال مجلس الأمناء في معارضة، المقررين العموم فيهم معارضة، مقررين اللجان النوعية فيهم معارضة، المقررين للأسف مقررين المساعدين فيهم معارضة، أشوف كتابات المعارضة وتعبيرها بالمناسبة زي ما بقول لك مثلا استاذ عبد الله السناوي، دكتور عمرو حمزاوي، النائب ضياء الدين داوود، استاذ حمدين صباحي، الكاتب الصحفي خالد داوود، الخ الخ الخ. طب ازاي بتقول لي ان المعارضه لا صوت لها او المعارضه غير ممثله بالشكل الكافي؟ بس مهم كمان ان احنا نبقى شايفين اللي بيجرى وسامعين اراء المعارضه المصرية. معانا على التليفون سيادة النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وأحد أقطاب المعارضة المصرية مما لا شك فيه. ازي حضرتك يا سيادة النائب؟ أنت خير حبيبي. عامل إيه يا فندم؟ إيه الأحوال؟ أسعد الله مساءكم ومساء كل المشاهدين. أسعد الله مساءكم والله، ده حاجة بتفرحني. أول كمان ما أسمع الصوت اليسار المصري ببقى سعيد حبيبي فرحان. الله ربنا يديك الصحة والعافية. ربنا يخلي حضرتك سيادة النائب. عاطف بيه، يعني خليني زي ما أقول اليساري عاطف بيه مش هينفع. سيادة النائب الرفيق عاطف مغاوري. خليني أيوه تمام كده. أه والله وده أحلى لقب. فهرجع على المسألة بتاعت المعارضة والحوار الوطني، كيف يرى التجمع على سبيل المثال الحوار الوطني طلبات المعارضة في مخرجات هذا الحوار؟ وأنا متذكر مثلا أستاذ عبد الله السناوي وهو جزء من اليسار المصري وأن كان يسارا ناصريا، وهو مثلا كان في واحدة من الحوارات بتاعته بيقول هذا الحوار يتطلب منا على الأقل 6 شهور حتى نستطيع الخروج بمخرجات حقيقية قابلة للتنفيذ. لا، اولا انا زي ما تفضلت حضرتك ان حينما اطلق السيد الرئيس الدعوه في اثناء افطار العائله المصريه في رمضان الماضي ودعا عدد من الشخصيات يعني التي يعني تقدم نفسها من موقع الاختلاف، لان يعني اسمح لي اختلف معك في مساله الحوار. ماشي. الحوار، لان الحوار اذا قلنا فيه معارضه، لان كان في بعض القوى بتطالب ان يكون نص من هنا ونص من هنا. ما يميز الحوار انه حوار على قدم المساواه. حلو. يعني لو قلت فيه معارضه طب هقول لك في الحوار مين الحكومه. لان يعني لما نيجي نبص زي ما تفضلت في مجلس الامناء، ثم في مقرري ومقرري مساعدين المحاور، ثم اللجان. صحيح. هنا يعني ما انا يعني عفوا احنا لنا تجارب حوار سابقه يا استاذ يوسف. طبعا. يعني ما قبل 2011 كان هناك عندي حكومه وعندي حزب حاكم وعندي احزاب معارضه. كويس. وكان حزب المحاكم ده حزب الرئيس. لكن الان عندي انا يعني نتحاور فيما بيننا، ويعني وحصل في اول اجتماع لمجلس الامناء أن أحد السادة أعضاء مجلس الأمناء قال بصفتنا معارضة، فكان رد عليه أحد أعضاء مجلس الأمناء قال له طب فين الحكومة؟ لأن فكرة أن أنا أوصف نفسي زي ما لا يمكن حصر المعارضة في عدد من إحنا عندنا ممارسة وأنت جزء منها يا أستاذ يوسف في مجلس النواب،
عندنا حزب أكثرية، ما اقدرش اقول عليه حزب حكومة، ولا عندي احزاب يعني الاوزان السياسية عدديا فقط. بمعنى لدينا مواقف في حزب الأكثرية الذي هو حزب مستقبل الوطن، ياخذوا مواقف في مواجهة الحكومة هي تعد اكثر تطرفا من مواقف بعض الاطراف المعارضة احيانا كثيرة فعلا يقفون على يسار الحكومة. يعني ده كلام. يبقى إذن انا عندي مش المعارضة الكتلة الصماء الثابتة. انا عندي المعارضة الموقف وعلى الحدث. فهنا ده لاننا في مرحلة يعني اولا كان هناك ما بعد 2014 وبعد 2013 توطيد أركان الدولة المصرية أولا، وخاصة هذا التوطيد لا يأتي بعد حركة تغيير فقط بحجب 30 يونيو، لكن ده أنا في ظل هجمة إرهابية استهدف الدولة المصرية وبأطراف إقليمية وأطراف دولية داعمة لها. فلذلك كان هنا بقى هنا سلوك الأزمة، ويعني سلوك الأزمة ده بيفرض عليك بعض الإجراءات قد يراها البعض استثنائية، لكن هي احترازية وقائية لحماية ما تبقى وصولا لما هو مبتغى لذلك لما حصل ان احنا بوجة الارهاب انقشعت وبؤر الارهاب تم تدميرها وضربها، والدليل على ذلك انا عندي معادلات بعد ما كان كل يوم حادث وباحكام لا يستهان بها واستشهاد بعض رموز الدولة، منها يعني النائب العام مثلا على سبيل المثال والشرطة المصرية والجيش المصري، قدم خيرة أبناء الشعب المصري يعني شهداء دفاعا عن الوطن. حينما استقر الحال فبدأت تفكر بأن أنت ترتب وتراضي أبناء الأسرة المصرية والعائلة المصرية. لذلك كانت دعوة الحوار لم تأتي في خطابا رسميا ولم تأتي عبر حديث صحفي، ولكن جاءت عبر إفطار العائلة المصرية، اللي هو ده تأكيد لروح الحميمية وترتيب البيت والعائلة المصرية من الداخل. هذه الدعوة دلالتها لأن كان من الممكن، ما احنا مرينا بحوارات، تذكر حوار أولا بعد حرب 73 صحيح. الحوار حول ورقة أكتوبر والمتغيرات الدولية وكثير من الحوارات التي دارت وصولا إلى ما قبل 2011. لكن ما يميز هذه الدعوة لها دلالات، وهنا أنا بتعامل مع دعوة الأسرة الواحد، يعني تم دعوة بعض الأبناء أولا حلف 30 يونيو الذين يعني يقدمون أنفسهم باعتبارهم على موقع الاختلاف هم من حلف 30 يونيو، ولذلك تم دعوتهم في إفطار العائلة المصرية وتم التحاور، وأيضا انتخابات عام 2020 الماضية التي هي مجلس النواب الحالي ومجلس الشيوخ الحالي هي تمت ضمن اصطفاف وطني، حينما كانت تجمعنا قائمة واحدة، ولكن حينما دخلنا المجلس كل انفلاع عاد إلى موقعه سماء أكثرية موالاة معارضة كما يصنف البعض. لكن لدينا مواقف حالة اصطفاف وطني وحالة جديدة لصياغة النظام السياسي المصري. على سبيل المثال مجلس الشيوخ كانت لغة مثلا أو الشورى السابقة تمام، لكن الممارسة أثبتت ضرورة استعادته فتم إعادته. أنا عندي حتى الآن أنا لم أنجز المحليات، عندي النظام الانتخابي، عندي قانون مباشرة الحقوق السياسية، عندي قانون الأحزاب اللي طلع في ظل ظروف ما بعد 25 يناير 2011 مما جعل عندي ما يفوق 108 حزب، لكن الفعالية على الأرض مع مين. لذلك أنا كمان استكمالا هنا بقى ده حوار الأسرة المصرية وترتيب بيت الأسرة المصرية، أن بعد دعوة الحوار وبعد الإفطار العائلة المصرية تم تفعيل اللجنة العفو الرئاسي التي أعدت العديد من القوائم وآخرها قائمة تقريبا امبارح اظني بها 25 اسم، وفي قائمه ثانيه قبلها بها اكثر من 70 اسم. هذه القوائم التي تتوالى لتفعيل وافراج واخلاء سبيل من محبوسين حبسا احتياطيا او على ذمه قضايا راي
هذا ده نوع من انواع الترضيه والمصالحه العائليه، المصالحه العائليه. لكن البعض يسيء فهمها حينما اطلقت دعوه الحوار، قال لك ده حوار المأزوم ده، وبعدين جاءت ابواق الاخوان الجماعه الارهابيه عبر منصاتهم الاعلاميه المعاديه لمصر ولكل ما هو خير لمصر، وبداوا يدعوا، بل في دعوه اخيرا هم بيطلقوها بيقول لك احنا مستعدين نصالح ونندمج، لان هم بيقسموا الادوار، بيقسموا الادوار. يعني انا فكرتي ان جماعه الارهابيه الان هي اربع قطاعات، وكل القطاعات تتعامل على السطح باشكال مختلفه، لكن الجدر واحد، الجدر طبعا. واحد. هذا الامر يجب ان لا يفكر البعض، يعني يقول هل يا ترى يمكن ان نتسامح. يعني مثلا مقالات زي ما تفضلت الاستاذ عبد الله السناوي واخرين من زملائنا في الحركة السياسية، لكن يجب ان لا احد يفكر لحظة واحدة انه يمكن المصالحة او يمكن القبول بمن رفع السلاح ومارس الإرهاب ضد الدولة المصرية وأجهزة الأمنية والإنسان المصري، وأيضا تربص بكل ما هو خير لمصر ليمنعه عن مصر. هذه يجب أن يكون واضحة وصريحة، وسواء لأن يعني إذا كان موقف الرئيس السيسي هو أيضا ذلك، لكن أيضا هو مدعوما بظهير شعبي حينما انطلق التفويض في شهر 7 عام 2013 لمكافحة ومواجهة الإرهاب. مظبوط. هذا التفويض، التفويض ده تفويض شعبي، زي تفويض عفوا يعني مع الفارق، تفويض 9 و10 يونيو عام 67 في عز الهزيمة، تفويض لعبد الناصر أن يقوم بإعداد الجيش المصري، وأن إذا خسرنا معركة لم نخسر الحرب، وهو بدأت يعني أيضا استعادة مصر الهوية والوطن وكل ما المعالي الجميلة التي رسخت تاريخ مصر وثوابته، تم استعادتها في 30 يونيو 2007 حينما انطلق الشعب المصري بلا تمييز بكل طوائفه وكل طوائفه في كل المواقع. احنا كنا في 25 يناير يا استاذ يوسف لدينا ميدان تحرير، في 30 يونيو 2007 مصر ميدان تحرير. صح. مصر ميدان تحرير. هذا هو الفرق، يجب ان يكون مقياسا ومعيارا، ولا يحق لاحد ان يتكلم ويقول احنا داخلين على مصالحه واحنا مستعدين، انهم يتلولون كالحرباء، انهم يتلونون، وخاصه ان المناطق الدول يعني الاطراف الاقليميه والاطراف الدوليه الحاضنه لهم بدات تتقلص عليهم وتضيق عليهم هذه الغرف التي يعملون بها سواء من هنا او من هناك. والغرب، الغرب الذي يعني لا يرى خيرا لنا، هو يحتضن مثل هذه التعب بدعاء الحريه وبدعاء كما جرت العاده. هذا الغرب لا يريد خيرا لا لمصر ولا لهذه المنطقه، بل بالعكس هو يرى ان مصر تهديد حقيقي لمصالح الغرب في المنطقه، لانه بمنتهى البساطه دور مصر، اطلاع مصر بدورها الحقيقي هي تقود، وهما ضد قياده مصريه حتى ينفردوا بافراد بمكونات المنطقه، فرد كده فراده فينفذون مشروع الاوسع، المشروع الصهيو امريكي او الابراهيمي. صحيح. سميه اي مسمى. صحيح. انا عايز اشكرك جدا 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 اولا على المداخله دي، ونتمنى ان تبقى مداخلاتنا ولقاءاتنا اكتر من كده، الى ان التقي حضرتك بكره في المجلس باذن الله. الف شكر سياده النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب التجمع. بالتأكيد مصر لأنها ترفض استغلال المنطقة للأجندة الغربية هي تشكل تهديد، ومصر بالتحديد نظرا بقى لدورها السياسي والتاريخي والاقتصادي ووضعها القيادي ووضعها الجيوسياسي. حط كل الأسباب، الغرب لا يحب هذا البلد، وفي السياسة يقولك مفيش حب ولا كراهية. مظبوط، هو لا يحبها لأنه شايف تهديد لمصالحه. مصالحه إيه؟ هي استغلال المنطقة. ليه هو؟ هو عاوز المنطقة تتقدم؟ لا. تستقر؟ لا. تقوى؟ لا. تصبح أكثر ثراء؟ لا. هو شايف أنها منطقة وسيطة في العالم تمتلك كل أسباب القوة السياسية والاقتصادية، تقوم تقب؟ استحالة. دي حدوتة نهايات الحرب العالمية الثانية بقى، ودي برضو قصة تاريخية، أحب التاريخ قوي. طيب خليني هنا، ممكن سيادة النائب عاطف مغاوري أشار على مسألة العفو واللي مستمر دفعة ورا تانية. اللي أنا أشوفه
واللي أنا ألاحظه واللي أنا ألمسه أنه تقريبا هو كل القوى السياسية بتشيد بخطوات العفو الرئاسي، وخصوصا الدفعة الأخيرة، ولجنة العفو الرئاسي اللي بتشتغل طول الوقت على حاجة مهمة جدا، دمج المفرج عنهم بموجب اللجنة وعودتهم لعملهم. يعني المسألة مش بس هيطلع لكن يحصل عملية الدمج والعودة للعمل. هنا بقى نقدر نشوف يعني إيه دولة بتشتغل على رعاية وتفعيل دور الحوار الوطني ورعاية أبنائها. يعني في النهاية اختلفنا في السياسة، أنت الآن حر طليق، لازم تدمج داخل المجتمع وتعود إلى عملك وما إلى ذلك. معنا على التليفون سيادة النائب العزيز الصديق الأخ الرائع محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، عضو مجلس النواب المصري. منور. مساء الخير صديق العزيز النائب يوسف الحسيني. كل يعني مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. مساء الفل يا محمد. اول ما بتقولي النائب يوسف دي بتملي ضحك، يعني لان انا اتذكر ايامنا الكتير مع بعض وصداقتنا التي لا اتمنى ابدا انها تنتهي ما دامت الحياه. اتشرف طبعا بالصداقه دي. احنا اللي يا بختنا. قولي سياده النائب، دلوقتي لجنه العفو والدفعات بتشوفوا ده ازاي؟ يعني مش هقول لك بقى كنائب، ولكن كرجل مارس السياسة أو يمارس السياسة الآن تقريبا 20 سنة يا محمد. يعني خلينا أقول أنه الدفعة اللي خرجت النهاردة اللي مكونة من 25، لو جمعناها على الدفعات اللي بتحكم بوتيرة متسارعة في الفترة الأخيرة، نقدر نقول أن احنا النهاردة تجاوزنا رقم 1000 منذ بداية عمل اللجنة. يمكن دي أول مرة أعلن عن رقم صريح بهذه الدرجة. احنا النهاردة بال 25 اللي خرجوا تجاوزنا رقم 1000 منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة مع إطلاق السيد الرئيس لهذه المبادرة مع إفطار الأسرة المقبلة. بشوف ده في إن إحنا في مرحلة مختلفة، مرحلة تثبيت دعائم الدولة بعد ثورة الشعب المصري في 30 يونيو ومكافحة الإرهاب، وبالتالي هذه المرحلة التي كان هناك مجهود كبير في مكافحة الإرهاب انتصرت فيه الدولة المصرية وانتصر فيها الشعب المصري أيضا بوقوفه ومساندته رغم الظروف الصعبة للدولة المصرية. نحن الآن في مرحلة الاستقرار، دولة قوية قادرة أنها تهزم الإرهاب شر هزيمة، وقادرة في نفس الوقت أنها تتحاور مع شبابها وتفتح مجال مختلف للنقاش السياسي اللي على أساسه الاختلاف في الوطن، الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. صحيح. وفي هذا السياق هنلقى أنه السيد الرئيس حينما أطلق هذه المبادرة إعادة تفعيل لجنة العفو أطلقها أيضا مقترنة كمقدمة للحوار الوطني، ولذلك أنا بشوف الصورة بشكل أشمل في أنه بناء الجمهورية الجديدة يستلزم اتخاذ إجراءات لصالح الشباب السياسي اللي ربما اختلف في الرأي في مرحلة من المراحل، لكنه بكل تأكيد لا يمكن أن يختلف على الوطن، ولا يمكن لأحد أن يحول الخلاف في الرأي إلى خلاف على الوطن. طيب محمد، يمكن أنتوا في التنسيقية عندكوا الحالة الجامعة، يعني الناصريين والماركسيين والليبراليين وطيار محافظ، يعني عندكوا كل ألوان الطيف السياسي جوه التنسيقية، وفي نفس الوقت أنا هاخد ده وهرجع لورا زي ما بقول لك 20 سنة من ممارسة العمل السياسي في حالتك يا محمد، ممارسة العمل السياسي من مربع المعارضة، وكفاية إلخ 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 وصولا إلى المجلس، وبرضه بمواقف واضحة جدا تقف على يسار الحكومة من ناحية، ومن ناحية أخرى تجلس على يسار المنصة. مسألة إنه يا جماعة لا، أصل اللجنة لسه ما مش شايفين إنه الدور شغال قوي، أصل لا ده اللجنة يا دوب طلعت 1000، إحنا كنا عايزين 4000. يعني بتشوف ده إزاي؟ يعني ولو هحط مقارنة من أيام خليهم يتسلوا حتى هذه اللحظة. لا، إحنا أمام مدرستين مختلفتين في كل شيء يا يوسف، وانت حبيبي. يعني مارست معانا العمل العام والعمل السياسي في هذه السنوات الطويله. في مدرسه كانت بتاجل كل القضايا، انا بتكلم عن مدرسه ما قبل 2011، بتاجل كل القضايا الكبرى، لا تريد ان تتخذ قرارات حاسمه،
وده كان ليس فقط في المجال السياسي او في مجال خليهم يتسلوا وغيره زي ما انت فضلت، لا في كل المجالات، حتى التنمويه، حتى الـ مثلا انتشار ظاهره العشوائيات، انت بتتجاهل، بتعمل نفسك مش شايف الظاهره. المدرسه اللي احنا السياسيه اللي بتدير الدوله الان بتدخل في كل القضايا بشكل متوازي، وعلشان تسير بشكل متوازي المهم انك تحقق نجاحات في كل محور بشكل متوازي. وده حاصل مثلا انك بتعمل مبادره زي حياه كريمه وفي نفس الوقت تطلق الحوار الوطني وبتطلق لجنه العفو الرئاسي علشان خاطر تعالج ملف كان فيه مشكله نتيجه لظروف صعبه امنيه مرت بيها البلد في مكافحه الارهاب، فكان لابد من اتخاذ خطوات امنيه قويه. ولذلك في مرحله استقرارك في مرحله الانتصار الدوله المصريه والشعب المصري على الارهاب بيكون في اريحيه اكتر لانك تمضي قدما في ملف البناء السياسي والتحول الديمقراطي واطلاق الحوار الوطني، ودي كلها قضايا شايفين نتائجها على الارض ازاي. وموقفنا داخل مجلس النواب هي موقفنا المبدئيه اللي احنا متبنيينها طول الوقت، اللي هي منحازه للشعب المصري، بنقف في مجلس النواب في صف الحكومه اذا انحازت للشعب المصري والطبقات الاجتماعيه الاكثر احتياجا، ونختلف مع الحكومة ونعارضها ونقومها إذا حادت عن هذا الأمر. وشايف أنه ده الدور الطبيعي لممارسة العمل السياسي وممارسة العمل الوطني. أنا الحقيقة مش قلقان من أنه هناك بعض الآراء ممكن تبقى مختلفة مع عملنا، أو شايف أن ده ليس كفاية، يعني مش كفاية وعايزين أكتر، ده كلام طبيعي. وإحنا حينما طول الوقت كنا بنمارس العمل السياسي، وإنت تتذكر ده، كنا بننصح كل السلطات وكل الحكومات ألا تضيق ذرعا بالانتقادات. فلما نكون إحنا مسؤولين عن حاجة من باب أولى أن إحنا ننصح أنفسنا في أننا نتحمل النقد، وإن وجهات النظر المختلفة معنا نرحب بها ونقدرها، وبنقول لهم أن إحنا بنعمل بكل ما نستطيع من أجل أنه ملف العفو الرئاسي وملف الحوار الوطني ودورنا في مجلس النواب أنه يؤدي النتائج الأفضل حق. من أجل المواطن المصري. عندك حق 100%، يعني أو كما جرت العادة عندك حق فعلا يا محمد. ألف شكر ليك سيادة النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس أيضا. نشوف يمكن قبل ما هناخد الفاصل ونروح على ضفنا العزيز، عايز بس اقول لك حاجه. بما انه محمد ذكر مساله المدارس السياسيه، في مدارس سياسيه موجوده في العالم ومدارس كانت موجوده، في مدارس قائمه لو صح تعبير المدارس، لكن خليني اقول لك هناك انظمه، يعني ياما حصل ده وبيحصل واحنا واقفين، انظمه عندما تحقق ولو نجاحا صغيرا فتستشعر الزهو، وده موجود في دول حوالينا، يستشعر الزهو. النظام السياسي عندما يشعر بلذة انتصاره أو لذة نجاحه أو البعض، يجي له حالة من حالات الزهو والانتشاء. فده بيعمل إيه؟ بيعمل حالة تجاهل للقوى السياسية، ويعمل حالة احتقار لطلبات المعارضة، وفي بعضهم بيجي له هذا الزهو دون نجاح واحد يذكر، يعني زي بالظبط كده خليهم يتسالوا، مفيش اي نجاح، بالعكس بلد نازله عامل على راي الطيارين يقول لك نوز داون وعنده زهو ويقول لك خليهم يتسالوا. فما بالك ببلد عارفه تعدي ازمات اقتصاديه وبتحقق قفزات وبتعمل مش عارف هنا تامين صحي، وتعمل هنا على راي محمد حياه كريمه، و60 مليون مواطن يستفيدوا من اكبر مشروع تنموي باعتراف المؤسسات الدوليه في الدنيا كلها اكبر مشروع على سطح الكوكب، ما حصلتش. طيب وفي نفس الوقت بتعمل اصلاحات هيكليه في الاقتصاد وبتنجح فيها وبتعدي بيها ازمات، وبتطور تعليمها العالي وتعليمها المدرسي وبحثها العلمي ومش عارف ايه، دي بقى كده لازم نظامها الحاكم مش يشعر بزهو. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، صدق الله العظيم. هنا ربنا بيعلمنا ايه؟ لا تشعر بأي زهو مهما بلغت. هنا تشوف انه نظامك الحاكم لم يشعر بأي زهو، هو شايف نجاحه
ولامس نجاحه، شايف انه بلد بتعدي بازمات اقتصاديه وهي مش كان اقتصادها بعافيه، ده احنا كان اقتصادنا زمان في الارض، بقول لك نوز داون، انت نازل تحت سطح البحر. واي حد هيقول غير كده يا بيكذب عليك يا مش فاهم حاجه. انا بكلمك بامانه والله العظيم يا جماعه، ارجعوا لتقارير المؤسسات الدوليه على الاقتصاد المصري قبل 2011 كان عامل ازاي. والله العظيم ثلاثة لو كان ينفع بمصطلحات علمية يكتب هباب اسود كانوا كتبوا هباب اسود. الله، هنضحك على نفسنا يا خبر اسود، ما احنا كنا في الشارع بنعمل ايه؟ لكن اما تيجي تشوف بقى من 14 لشهر 10 22 نهضة كام يا جماعة؟ النهارده 16 اكتوبر، من 14 ل 10 يعني 14 ل 22 ده انت بنيت خط عمراني، خط عمراني قد اللي اتبنى في مصر في تاريخها. ده انت بتعمل اصلاح واستصلاح وزياده رقعه زراعيه قد اللي اتعمل تقريبا في 50% من تاريخ مصر، وما عندكش ميه وبتعاني من فقر مائي ومن البلاد الاكثر جفافا. مستلمين بلد في 2000 كلنا استلمناها بالمناسبه، دي مسؤوليتنا كلنا، استلمناها في 2014 بتكح تراب الماء، بتكح تراب، دي مش لاقي تراب تكحه، كحه جافه خشنه حالتها بالبلى. مفيش فساد منتشر، كل حاجه كل حاجة يتعاد بناء مؤسساتها من أول وجديد، وتعمل عملية إعادة بناء اجتماعي، وتعمل مشروع زي ما بقولك كده حياة كريمة، ده مشروع مذهل. قولوا يا رب بإذن الله يتم على ألف خير. لكن اللي عايز أقوله لك، المسألة مش في استحسان ما قام به الرئيس السيسي، المسألة بالنسبة لي فعلا أبعد من ده. قال رايح صاحبي قال انتوا اصلكوا في الاعلام وعايزين تقولوا، اصلكوا عايزين تجاملوا وعايزين، مين اللي بيقول كده؟ مين اللي معايا؟ بس يا طارق، طارق بيخش لي كده فجاه يخضني. بص والله العظيم ده صديق ليا، قلت له اه بص انا راجل اتربيت في بيت الاستاذ محمد عوده العظيم، محمد عوده الله يرحمه يا رب. محمد عوده ده راجل يعني مش بس مفكر، هو راهب للناصريه، قديس الناصريه الاهم والاكبر والاشهر. حلو. فكان يتهم عودة انه ده لانه هو مبهور بعبد الناصر في حياته، او انه هو يجاب، وبالمناسبه اغلب الناصريين كانوا يتهموا الناصريين الاوائل، طب بيقولوا اصل انتوا كده عشان بتجاملوا ناصر. ناصر الله يرحمه مات من 52 سنه. محمد عودة الله يرحمه يا رب مات تقريبا من حوالي 15 سنة أظن لو أنا متذكر، 2008 يعني من قد إيه يا أولاد؟ يعني 2008 ده يعني 11 و3 حوالي 14 15 سنة. عاش عودة عمره كله عنده يقين وقناعة كاملة بناصر، جمال عبد الناصر، بالفكر الناصري كذا الحال. بقى التلامذة زي تلامذته لما اساتذتنا ده زي استاذ عبد الله السناوي الى اخره. انا بقول لك الكلام ده، انا مقتنع بشكل حقيقي وكامل باللي بقوله لك على اللي حصل في الثمان سنين دول. الايام هتجري والسنين هتعدي وهتكتشف انه ده حق، والتاريخ هيكتب على ده. خلونا نروح للفاصل، ودكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمعهد القومي للبحوث، خدنا من وقت دكتور حسن كتير، يعني نتمنى من القائمين على البرنامج يمدونا إن شاء الله 5 دقايق جدعانة أو 10 يبقوا حلوين. شكرا، خليكم معنا بعد الفاصل، بارك الله فيكم. فاصل يا جماعة. طبعا احنا النهارده في احتفاليه من ضمن برامج وانشطه ورؤيه الدوله المصريه للسن الصغير شويه اللي هو الطلايع او النشا. الحقيقه النهارده بنستضيف اطفال العالم او برعايه كريمه من دوله رئيس مجلس الوزراء النسخه الثانيه من استضافه شباب العالم او اطفال العالم
23 دولة، أكثر من 400 طفل موجودين. الحقيقة دي مرتبطة كمان بانفتاح مصر على العالم، سواء العمل المتزن ما بين السن الصغير الطلايع أو السن الأكبر الشباب، سواء استضافة وفود من الخارج بتيجي بتشوف التطور اللي موجود في مصر، كل البرامج اللي موجودة، بنبني انطباع وفكر ضمن دبلوماسية الشبابية، وأيضا العلاقات الثنائية اللي نزلت بالسن لمرحلة أقل. الصبح كمان النهاردة احنا كنا في برنامج كبير جدا في العلاقات المصرية السودانية، في استضافة وفد شبابي 50 شاب وشابة من السودان، مع برامج طبعا كبيرة جدا في الجزء المرتبط بالسياسات العامة والعلاقات الثنائية الحميمة بين مصر والسودان. احنا بنكمل في هذه البرامج سواء لرسم سياسة الانطباع للوفود اللي بتيجي داخل مصر، او الوفود الخارجية او من مصر الى الخارج في العلاقات الثنائية اللي بتتحدث عن مصر، وايضا القوة الناعمة المصرية والتنشئة المتكاملة. ودائما مصر تطلق رسائل سلام من خلال مهرجانات العديدة اللي بتقيمها. اليوم احنا كوفد أردني مشاركين للمرة الثانية بهذا المهرجان، وكل الفخر بهذه المشاركة، وهذا ينعكس على أطفالنا. نتمنى انه هاي المهرجانات تكون بكل دول العالم كمان، وان نقتدي بمصر زي ما هي أم الدنيا كمان دائما. طبعا هو المهرجان حاجة جميلة، ان هو لمن من كل دولة، وكلنا بنرقص مع بعض ونغني، وكلنا على المسرح، دي حاجة حلوة، وبنتعلم كل واحد تراثه ازاي ورقصه ازاي. دي حاجة طبعا تفرحنا وتشرفنا ان احنا بنعرف حاجات عن كذا دولة في مصر. نعم، هذا المهرجان اطفال دولي اشتركنا به للمرة الثانية منذ 3 سنوات الماضية. البرنامج يودي فرحة للأطفال ويوثق العلاقة بين الدول من أنحاء العالم. خد بالك لما يعني الحظ كده يبتسم لك ويبقى ضيفك أستاذ دكتور في التغذية، فتذكر قدامه اسم محل للأكل فيقولي ده تاكل عنده كأدة حلوة، فخلاص أنا كده هروح له كل يوم، يعني الموضوع منتهي. طيب خلونا الأول نرحب بضيفنا العزيز داخل الاستوديو، الأستاذ الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا، منورنا. شرفنا بحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين جميعا. دكتور حسن، هو إحنا عاداتنا الغذائية سليمة ولا غير سليمة؟ هل إحنا ماشيين كمواطنين وأسر في الإطار أو في الخط السليم ولا لا؟ هل نحن نهدر ولا لا نهدر؟ إحنا فين يا فندم؟ إحنا في تغيرات حصلت كتير قوي. والعادات الغذائية هي المفروض عبارة عن إيه؟ عبارة عن السلوكيات والممارسات اللي أي شعب أو أي أفراد أو أي مجتمع بيمارسها. بيمارسها ازاي؟ فيما يتعلق بالغذاء، ازاي بيحضر الغذاء، ازاي بيتناول هذا الغذاء، ازاي يصنع هذا الغذاء، وبناء عليه بيتصف هذا المجتمع وبيشتهر بغذاء معين. زي مثلا عندنا مثلا الطعميه، بما اننا بنتكلم عن الطعميه، فحضرتك الطعميه مثلا عندنا في مصر بتتعمل من فول وخضار وخضره، وبعدين بتتقلي فيه الزيت وتتاكل بعد كده. نيجي برضو طريقة التحضير، هي اسمها فلافل بقى في الشام. بدل ما يستخدم فول يستخدم حمص. وبرضو ضيف عليها الخضروات بتاعتها ويعملها بطريقة تانية. الملوخية مثلا عندنا مشهورين احنا قوي بالملوخية، مشهورين بالفول المدمس. دي العادة الغذائية بتاعتنا، وعادات الغذائية بتاعتنا جميلة جدا. لكن للأسف الشديد في الفترة الأخيرة حصل تغيرات كبيرة جدا نتيجة تأثير العولمة والسفر الناس من مكان إلى آخر، فدخل علينا أغذية أخرى غير الأغذية الشعبية المصرية
أو الأغذية الأصيلة، زي حاجة بيسموها الفولكلور الغذائي اللي بيتصف بيه الشعب المصري، حاجة جميلة جدا، حاجة جميلة. يعني آباءنا وأجدادنا الفراعنة كان ليهم غذاء جميل جدا جدا. بنوا الأهرام دي إزاي؟ وصلوها إزاي؟ حفروا قناة السويس إزاي؟ ما دي حاجات جميلة جدا. طب إزاي عملوها؟ كانوا بيتغذوا غذاء صحي متوازن بيشترط فيه كل المواصفات متوفرة فيه. طب إحنا إيه اللي حصل؟ اللي حصل عندنا إن إحنا خدنا عادات غذائية مش بتاعتنا، بتاعة الغرب، اللي هي الوجبات الغذائية السريعة اللي بياكلوها، وللأسف الشديد عبارة عن دهون، عبارة عن مواد غذائية لا تسمن ولا تغني من جوع. للأسف الشديد مفيش قيمة غذائية بتاعتها. فين القيمة الغذائية بتاعتها؟ أما أخد أنا سندوتش همبرجر، أخد سندوتش شاورما، الشاورما الراجل واقف طول النهار على باب المطعم بيقطع بالسكينة، والشاورما متعرضة للأتربة وعوادم السيارات والأتربة والكلام ده كله. الراجل نفسه اللي واقف يبيع ده اللي بيقطع ده مفيش، ما بيلتزمش بالشروط والمواصفات الصحية اللي هي المفروض تكون في البايع. الحاجة التالية اللي استجدت برضو علينا عربيات الكبدة والسجق، كانش عندنا الكلام ده خالص. كبدة وسجق موجودة لا تراعى فيها أي شروط صحية، الله يعلم المصدر بتاع السجق ده عبارة عن إيه، جاي منين، هل من عوادم اللحوم أو مخلفات اللحوم زي ما بيقولوا، هل هي بعض الناس يقول ده دم مجفف وتم تصنيعه، يقولوا كده على الكبدة، يقولوا كده على الكبدة ويخشوا بقى في مجالات وبعدين يتحط في عيش فينو، وبعد ما على العيش الفينو ياخد كمية كبيرة من المخللات أو من الحاجات الحادقة عشان يحدق، وبعد ما يحدق عايز يحلي، ياخد ايه بقى؟ ياخد ازازة سيفن، ازازة بيبسي، واخد ايه الحجم البيك سايز، مش هنقول الحجم الأنواع الكبير، مشروبات غازية، مشروبات غازية خلاص عايز بقى يحبس، يحبس بايه؟ ياخد له كوباية شاي. هنا الطامة الكبرى، بعد الاكل مباشرة دخل التنينات اللي موجودة في الشاي، لو كان فيه شوية حديد في الكبدة اللي انا خدتها دي هيروح واخد ارتبط بالحديد وقلل استفادة الجسم منها. طيب دي تنفع؟ لا تنفع. وللأسف الشديد معظم الشباب بتوعنا بدأ كله صيحة جديدة بقى، ما يأكلوش في البيت، ما يتناولوش طعام الإفطار. طب ليه ما تتناولش طعام الإفطار؟ ده طعام الإفطار ده الأكل الصبح، الفطار الصبح ده مهم جدا، هيديك الطاقة. الطاقة هتعمل لك إيه؟ هتديك الأنشطة كل اللي هتقوم بيها، هيمنع عنك التعب، هيمنع عنك الصداع، هيظبط لك سكر دم، ما يحصلش هبوط في وسط النهار لغاية ما تيجي تفطر الساعة 2 الظهر ولا الساعة 3 الظهر. طب ليه؟ طب ما ناخد. طب واخد منين؟ يلاقي عربيات، عربيات بقى اللي في الشارع زي ما قلنا، عربيات الفول الطعمية، عربيات المكرونة والكشري، عربيات السجق والكبدة. وأكل مصري هو مكرونة وكشري، وإن كان الكشري أصلا جاي من الهند يعني، بس فول وطعمية مصري اهو، مصري بس 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 يا ريت شروط اللي احنا بنتكلم. للاسف شديد التداول بتاع الطعام نفسه، لازم راجل عقل يكون لابس حاجه في ايديه. انا بشوف راجل بيعطس ويكح وبعدين بيعمل سندوتش، ما هو فيش مشكله، شعره ده اللي نازل ده، ليه ما يحطش حاجه في دماغه؟ ليه ما يلبسش مرياله عشان ما يلزقش فيها الحاجات بتاعه اللي هو بيحضرها؟ ياخد شهاده صحيه. شهاده صحيه فين؟ فين المتابعه؟ مفيش اي متابعه للكلام ده. طب ما انا عندي صحه الناس اللي هتاكل ده، لازم اراعي صحه الناس، هتاكل ازاي وتشرب ازاي وتعمل ازاي. يبقى اكل من مكان او مطعم موثوق منه، نظيف، بيتراعى فيه الشؤون الصحيه. طيب الحاجات اللي هي بيحضروها دي بيحضروها ازاي؟ ياخد بقى الزيوت المهدرجه وياخد الدهون المشبعه، هتعمل لي ايه؟ هترفع الكوليسترول الضار في الجسم، لما ترفع الكوليسترول اتصال بالشرايين، وبعدين امراض القلب. طب ليه كده؟ انا هيجي لي زفحه دلوقتي واحنا بنتكلم يا دكتور، لان انا مدمن اكل شوائي، انا بلف على اي حاجه في الشارع تلاقيني قاعد كده، عربيه كبده دي بيقول حلوه، اروح رايح عربيه اللي ما هي للاسف جاذبه. جميل. وانا برضو مش عاوز اللي هو عشان الناس ما تفتكرش انه يعني برنامج التاسعه يعلن الحرب، عارف انت فؤاد المهندس زمان قال لك سلطنه بورنجا تعلن الحرب على محلات الكشري، المساله مش كده،
هي المسألة كلها اللي بيتكلم فيها دكتور حسن متعلقة بأنه احنا ناكل، بس اللي بيحضر الاكل يلتزم باشتراطات صحيه، بالمصدر السليم للاكل الى اخره. ولا انا في ذلك الكلام، لان انا برضو ذهني بدا يروح لفين، انه هل ده هو السبب وراء حاله الكسل والوخم اللي تحس كده انها مخيمه على شبان زي الفل؟ يعني تلاقي عنده 18 19 سنه بس نايمان على نفسه، عنده 25 سنه قاعد على المكتب عامل كده وبتاع، انا ما نمتش. يعني انت نمت الساعه كام؟ يقول لك انا نايم بدري بس بصحى تعبان، حاجات كده يعني. هروح للفاصل ونرجع مرة تانية للدكتور حسن حسونة، وإحنا بنتساءل هل طريقة الأكل والتغذية الخاطئة تؤدي إلى وخم أو تكاسل، مش بس بقى تصلب الشرايين أنت يومك بيبقى بايظ، في حاجة غلط حاصلة ليه بقى؟ هنفهم. فاصل ونكمل الكلام. خلونا اولا نجدد الترحيب مره تانية بدكتور حسن حسونة، استاذ التغذيه بالمركز القومي للبحوث. يمكن انا فاضل لي اربع دقائق عايز افهم فيهم، هو احنا انماطنا الغذائيه ممكن تؤدي الى ان انا ابقى مكسل وموخم، اصحى من النوم تعبان، حاجات زي كده؟ هو في اللي بيأثر على كده في عده عوامل. من العوامل دي طريقه تحضير الاكل نفسه، هل هو مصنع او معد او محضر من خامات كويسه؟ هل زودوا فيه نسبه الدهون اللي فيه على اساس بتاخد وقت في المعده وتعمل الكابوس بتاعها؟ من العوامل الثانيه الاخرى المؤثره فيه اللي هو تناول الاكل بسرعه، لما تكون موجود في المطاعم كله بياكل كانه في سباق، ما بيمضغش الاكل صح. وبالتالي الاكل بدل ما كان بيتقطع في هنا عندنا قواطع وعندنا طواحين وعندنا صح. وعندنا بالاضافه الى بعض الانزيمات اللي بتفرز في الفم، ما بتفرس بقى بيبلع وبناء على البلع بياكل من غير ما يدري، بيحصل له تخمه فالمعده بتتملي، وعايز بعد ما خلاص وصل للتخمه عايز ينام. مفيش حركه، لازم في حركه بركه، يروح شارب كوبايه الشاي اللي تحول دون امتصاص الحديد. بالظبط فبرضه بيبوظ الدنيا فلازم، عشان احنا بنقولش ان ما ناكلش وما نعملش، لا احنا ممكن ناكل من مكان كويس موثوق فيه، لازم الحركه، لازم نتبع الاساليب بتاعتنا. يعني باخد الفاكهه مثلا، لازم اخد خضار وفاكهه. طب اخدها امتى؟ اخد الفاكهه قبل الاكل او بعد الاكل مثلا بساعه، عشان الفاكهه اللي بتحصل ايه؟ بتتهضم بسرعه، وبتهضم بسرعه بتبقى قاعده في المعده عقبال الاكل الثاني ما يتهضم، بتعمل اضطرابات في الهجم في الهضم صحيح، وتعمل على بعض الاضطرابات الهضميه. طيب لازم اخد خضار حلو جدا، الخضار قلوي، واحنا بناكل معظم اكلنا حامضي، عندنا اللحم البي اتش بتاع الجسم بالظبط كده، يبقى انا بعمل معادله، مش هيحصل لي بقى حموضه، مش هيحصل لي حاجه، اتحرك اخد خضار كتير، في الياف غذائيه. الياف الغذائيه بتعمل ايه؟ بتزود الحركه الدوديه للامعاء صح، بتنبه الانزيمات المفرزه الانزيمات الهضمه، الغدد المفرزه الانزيمات الهضمه عشان تهضم الاكل اللي انا اكلته، بتمنع حدوث الامساك، حاجه جميله قوي، مفيش تطبل في البطن، بتسبب الاحساس بالشبع، فما باخدش كميه كبيره. ايه المشكله ان انا اخد خضار؟ طبق سلطه جميل كده حلو مليان، اخد في معظم الخضروات فيه. حاجه عظمه قوي، يعني كل صح هتعيش صح، هتشتغل صح، هتشتغل اكتر، هتكسب اكتر، هتحصل علم اكتر، يعني كل ده طلع في الاكل. خد بالك طبعا انا عاداتي الغذائيه سيئه جدا، لان انا باكل كتير وباكل حاجات كوليسترول وبتاع، فانا يعني ما بقتش في سني يسمح بده. خليني الاول اشكر حضرتك جدا يا دكتور حسن، وخصوصا على النصيحتين، واحده متعلقه بالطعميه واحده متعلقه بالمشويات، فمطعم مش هنجيب سيرتهم، بس يعني ايه دكتور حسن خلاص كده قال لنا عليهم شهاده جوده، فهننفذ النصيحه. اشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للاستاذ الدكتور حسن حسونة، استاذ التغذيه بالمركز القومي للبحوث. كل وانبسط، بس فعلا كل عند حد نظيف وبيحضر مظبوط، وخلي اكلك متوازن، كله خضار. انا بقول لعيالي كل يوم ياكلوا خضار، ولا حد بيسمع كلامي ولا بيعبرني مش عارف ليه. على كل، خلصت الحلقه لحد كده، ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر نقابلكم بكره ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه. سلامات.